عبد الجواد، فهد، نصبيح، خالد المعجب يصلح نفسه، ماجد بجري يصلح الماجد، بجري ماجد وقفل وقفل الماجد وبعدي ماجد. ضربة جزاء، ضربة جزاء واضحة ومكشوفة. يا سلام يا سلام على التمرير وعلى المباغتة. فهد المصيبيح وعبد الجواد وعثمان مرزوق وخالد المعجل وماجد عبد الله، كل دول بيشتركوا في صنع الكرة. ده دليل على انه الفريق بيلعب بوحدة وبجماعية شديدة. عادي ماجد كان ممكن ينفرد ويتعدى وكاد انه يلحق الكرة، ولكن شايفين الحارس اهو بيدفوا بيده الاثنين وبيطيحوا. وضربة جزاء في دقيقة 7 من الشوط الثاني، والجماهير بدأت ترتاح وتطمن على مستوى فريقها الوطني الأول لكرة القدم. مين حيلعب الضربة؟ ماجد يبدو لي هو اللي حيلعبها. داخل ماجد، يلا يا ماجد، يلا يا ماجد، وجول! هدف الثاني بيحط حارس المرمى كارلوس الزاوية اليسرى وبيحطها على يمينه.